السلام عليكم. اليوم حبيت اشرح لكم عن الفوتوشوب او كيف تتعلم الفوتوشوب، يعني الفوتوشوب وشنو خصائصه وشنو المواضيع اللي حاب تقدمها برش. طبعا اول ما تفتح البرنامج حيكون بهالطريقة هاي بالضبط. اوكي، اول ما تبدي تفتح الفوتوشوب اللي هو برنامج خاص بعالم التصميم، تصميم الجرافيك وايش وهم يحتاجوا بالانتو ديزاين وايش مواضيع، هو من المواضيع المهمة جدا في عالم التصميم. اول ما تبدي تفتحها بهالطريقة، يكون بهالطريقة. عندك الشريط الاول اللي هو هذا فوق، فايل، ايديت، ايميج، لاير، تيب، سيلكت، فلتر، 3D، فيو، ويندو، هيلب. هذا اللي يساعد انك الفايل اول ما تفتحها حتكون بيها نمو، بيها اوبن، وبيها اوبن اس، وبيها كثير، بيها الامبورت والاوتومات سكريبت وغيرها. فمن تريد تفتح اول فايل او من تريد تفتح تنزل في الملف تروح على النمو، لا تريد تشتغل منها او تفتح صور خلي على الكوستين مثلا الارتفاع او الهاي، تاخذ سنتيمترز على الطبع او بالبكس او على الانش او بكسلز انت تبغاه. لا نشتغل على السنتيمتر، الالوان الطباعيه اللي موجوده، تختارها اذا بالطبع سي ام واي كي او بس مجرد بالحاسب تخلي ار جي بي. ودائما تريدها الالوان وايت او الباك جراوند، ولا تريدها ترانسبورت يعني انتقاليه، فدائما نحطها على الوايت يكون افضل. بعدين تنطي اوكي للموضوع. هسه نزلت عندك القائمة الأولى. عندك الشريط الأيسر يكون بالطريقة هاي، هذا مو لسحب الصور، هذا لقطعها. عندك هذا لقطع الصور أيضا، كلهم لقطع الصور. هاي الأداة لسحب اللون، يعني شوفها تاخذ أي لون أنت عاجبك، تقدر تمتصر أي لون تمتصر. هاي الفرشات أيضا لدمج الألوان مثل ما تشوف، يعني تاخذ أي لون تنزله تديك تاتش معين تقدر تغيره أنت من لونه يجي ماشي. وإذا حبيت ترجع بيه بدوس كنترول زد رجع لك إلى شوف المكان. عندك هاي أيضا لتتويج الألوان أو يعني سحب لون تعطيك ألوان ثانية. هاي أوكي، تقدر تغير منه أنا شدة اللون، تسوي انتقالي كله، تسوي سحب، تقدر تنهشي تاتش الموضوع وتنطي أوكي تنطي كل شيء. عندك هاي سلكت أيضا، هاي اللي قطع الصور تعتبر، بس هاي قطع الصور بصورة احترافية. طبعا ذني كلهم راح نحكي عليهم بس مواضيع ثانية واحدة واحدة، وكل واحدة واحدة. بس المرة بدي أعلمك شو الموضوع. هاي البوكس اللي تحتاج من عندك تبيها، هاي البوكس يعني الأشكال اللي تحتاجهم في التصميم. أو هذا مثلا أوكي تختار أي جهة تريدها، وهاي تكبير وتصغير، أو تبدأ تدوس كنترول وزائد بالكيبورد نزل شو اللي تريده فقط. هاي الالوان تضغط عليها تنزل اللون اللي تريده مثلا. هاي كبداية فقط اشرح لك كيف تكون المواضيع. ان شاء الله الشيء تعريبي هذا بس عن الفوتوشوب. او ثاني شيء اكو نقطة مهمة نسيت اقولها، انه ديس كنترول و او فتح صورة، يعني تريد صورة تنزلها بالحاسوب او تنزلها بالفوتوشوب بطريقة، يعني اي صورة عندي يعني مثلا بالفوتوشوب بورتو ماكس مثلا، انتو يشوفوا بالماكس او هاتي شي اي صورة اخر ما صورة طولت تنزلها اوكي هاي وتعدل عليها انت اللي عاجبك.
بتقطعها أو مثلا إيش يدها بخزلة بس طريقة هاي إيش تريد تسوي تخلي عليها تطيق أوكي. إحنا راح نحكي عن الموضوع بس من هسه وأكتب إهداء لو نفهم الموضوع فنشوف هذا الفيديو يعني استقطاب العالم زين يشوفون عليه ونشوفه. لا تنسانا بالاشتراك بالقناة سبسكرايب واكتب لي بالكومنتات ايش ما تعرفه. ان شاء الله الحلقة الجاية راح ننزل موضوع